مكان مش هتصدق انه موجود في مصر. يوسف باراجون، هل ممكن تتخيل ان يكون مكتبك على البحر؟ طب هل ممكن انك تتخيل ان مكان واحد تقدر تشتغل فيه وتقضي اسعد اوقاتك العائلية؟ اهلا بيكم في باراجون هوب، واحد من اغرب التجارب المختلفة الجديدة اللي محدش شاف زيها في مصر. تعالوا نخش نشوف فيه. باراجون هوب هو كونسبت جديد، فكرة ان انت تشتغل وانت بتعيش اجازتك. يعني ايه؟ يعني هتيجي تخش مكتب يتقفل عليك تشتغل، تنزل تاخد غطس، تطلع تشتغل، تاخد مكالمة، تشتغل شوية على اللابتوب، معاك الاولاد هيلعبوا معاك، هتعيش تجربة ان انت بتستمتع باجازتك وفي نفس الوقت انت شغال. تعالوا بقى نلف لفة في المكان ونشوف المكان ده عامل ازاي. بس قبل اي حاجة تعالوا بقى نروق على نفسنا ونروق على الولاد. عاش الرجال عاش. يا حسين انا بقولك لا، انا ما سافرتش، مش هصيف السنة دي، يعني مش ناوي صيف. انا بكلمك من المكتب. ولا في المكتب ولا حاجة، انت عادي ممكن تبقى في هنا وبتصيف وهتعيش كل حاجة بتاعت المكتب، اللي هو الصوت تمام اكنك قاعد جوه مكتب وبتعمل الفون ميتنج بتاعك وانت دقيقتين من البحر. هتبقى ممكن حتى لابس شورت وتنزل المية عادي على طول. الشغل هو الحاجة اللي انت بتعملها عامة عشان توصل للي انت عايز تعمله في حياتك. مش لازم الطريقة النمطية من الشغل في ان انا قاعد في مكتب ولازم قدامي لابتوب. دي على فكرة طريقة حديثة، يعني هي مش ضد نمط. غير الميتنج رومز اللي هو عاملها لك اللي هي صغيرة او كبيرة او مكاتب او كده، عامل لك برضه كاجوال ميتنج روم زي دي كده، اللي هي كنبة وكراسي وقعدة حلوة ولطيفة. انا بالنسبة لي مثلا ممكن استخدمها في التصوير، يعني انا لو راجل بصور فيديوز مثلا وعايز النهاردة اصور فيديو هنا، اشغل كاميرا واقعد اصور، اتكلم مع الكاميرا، اعمل اي حاجة انا عايز اعملها زي ما انا بعمل دلوقتي. او لو انت حد مثلا وعندك ميتنج عايز تعمله مع حد في السريع، اللي هو بنخلص ديل مش عارف ايه بتاع، فعايزين نتكلم كاجوال، هتجيبه هنا في المكان وتقعدوا في الميتنج وتنزلوا البحر بعدها، وبعد ما تسلموا شيك هاند وخلاص كل حاجه تمام. كل الاوبشنز طبعا، تكييف وش طبعا عشان في الحر في الصيف انت محتاج تكييف يروق عليك. من ضمن الاكتيفيتيز اللي موجوده عندهم هي البلاي ستيشن، عندهم بود زي ده كده، في بلاي ستيشن عشان الاولاد تلعب. انت نفسك لو جاي مع اصحابك بتشتغلوا عايز تقعد تلعب، هتقعد تلعب برضو معاهم. فاوبشن الرفاهية موجود بجميع انواعه واشكاله اللي انت ما تتخيلش ان هي تبقى موجودة اصلا على البحر. يعني فكرة ان انت في بلاي ستيشن، في كهرباء، في حاجة زي دي على البحر اكيد مش في دماغك يعني، فده موجود. المكان ده هو مكون من صفات كتير البني ادم بيحتاجها عشان يخلص شغله بطريقة اللي هو يقدر يعملها. فمثلا انا محتاج مكان اكل فيه كويس، وكمان طبيعه الاكل محتاجه ان هي تساعدني على الشغل. يعني هنا من هنا جت الفكره اصلا ان انتوا عاملين المطعم بتاعكم. صح، زي ما انتوا شايفين كده، مش بس اماكن انت هتقعد وتنزل الميه وتلعب مع الاولاد والكلام ده كله، لا انت كمان عندك مطاعم وعندك حاجات تاكلها تتماشى مع المكان اللي انت قاعد فيه. عندك قهوه، لان طبعا الناس اللي بتشتغل تبقى عايز قهوه عشان تصحى كده وتفوق، ومش قهوه، قهوه واثنين وثلاثه. وعندك سيت موجود هنا في المكان، مطعم عاملينه عشان يوفر اكل يتماشى مع المكان. عندكم ايه بقى ناكل ايه؟ عندهم شوايه على الفحم وبتاعه. اه حاجه بتتحضر هنا فريش على الجريل. ايه الحلاوه دي؟ كواليتي اللحمه حلوه. يعني دايما كونسبت ان انت تاكل اكل على البحر بيبقى ليه علاقه بايه؟ الحاجات اللي هي قضي غرضك وسريعه وبتاع مش عارف ايه. لا دي حاجه ما شاء الله، شغل عالي، شغل عالي. في المكان هنا عاملين ستيج، تقدر تيجي تدي كورسز هنا للموظفين، او لو هم عايزين يعلموا الناس حاجه مثلا يجيبوا حد معين خبير في الحته دي فيتكلم فيدي سبيتش على البحر. عارف اللي هو وصلوا النقط ببعض، او خلوا كل حاجه حوالين الشغل موجوده على البحر، فبقى عندك كل حاجه تقدر تعملها هنا. اللي هو بدل ما انتوا تروحوا البحر ولا روحوا انتوا المصيف وانا قاعد في القاهره شغال، فلا انا هاجي معاكم على البحر اشتغل شويه، اجي معاكم شويه اشتغل شويه. فبحاول ان انا بحاول اعمل توازن، ان انا اعمل توازن بحيث ان هو كمان
مش بس بيدي لعيلته علاقة أسرية مظبوطة وحاسين ان هو متواجد معاهم، لا هو كمان بيموتيفيت نفسه، بيتحمس ان هو بعد ما يقعد معاهم شوية هيروح يشتغل فهيأدي احسن حاجة عنده. عندهم برضو هنا في وسط المكان عاملين ستور محل كامل عشان في منتجات مصرية لوكال براندز، شباب مصريين عاملين منتجات زي الحاجات دي كده كلها معمولة في مصر تتباع هنا في المكان، منها ان هم يدعموا الشباب المصري ان هو يقدم حاجة يونيك او مختلفة زي دي في مكان مختلف زي ده. ادريانو اي اي بس كده الموضوع هيجي علينا بخسارة بقى، فاهم اللي هو ايه؟ هتيجي تشتغل وتجيب العيال تأكلهم وتشربهم وتقعد بقى تشتري بقى منتجات. عاملين هنا كمان فيت هاب جيم على المية على البحر، تتمرن سباحة جيم ضغط عجل كله موجود، يعني جاب لك البيت بالجيم بكل حاجة في المكان، بحرك ميتك جيمك شغلك، مش تطلع من هنا. المكان هنا مريح، الاجواء جامده، البحر زي ما انتم شايفين. صراحه احنا عندنا يعني عظمه في مصر والله، ودي دايما حاجه بقولها، احنا عندنا اماكن في مصر سواء بقى الساحل الشمالي، اماكن كثيره جدا في مصر سواء فيها بحور سواء فيها مناظر طبيعيه، عندنا كنوز. وانا جيت هنا شفت العالمين اللي بيحصل فيها حاجه جامده جدا، ومشروع زي ده انا بالنسبه لي حاجه افخر بيها كمصري، ان احنا عندنا حاجه يونيك مختلفه ما شفتهاش قبل كده في اي مكان. فكره انت تعمل شاطئ وفي وركينج سبيس، ومش بس وركينج سبيس، هو اكبر من كده بكتير، هو افكار وحاجات بتحصل على ارض الواقع بتساعد الناس ان هي تعمل حاجات يمكن ما كانتش ممكن تعملها في يوم من الايام. فبس قولوا لي برده رايكم ايه في المكان، انا عايز اعرف انت كشخص شغال هل تحب حاجه زي كده، ان انت تقدر تيجي انت واولادك وتيجي تشتغل وفي نفس الوقت تعيش الحياه الشخصيه، هل تقدر تعمل ده؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتس، احب اعرف جدا ده. وبس انتظروا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه من الصين، حاجات جامده جدا جدا جدا. السلام عليكم.